محمد صبحي حارس مرمى، عمر جابر على اليمين، حسام عبد الحميد على اليسار، حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في عمق الزمالك، في عمق ملعب الزمالك، ثم عمرو قسيسي ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب، ثم أحمد سيد زيزو على اليمين، شيكابالا على اليسار، والتونسي عفوا سيف الدين الجزيري في قائمة. كرة تصل لعبد الرحمن غريب، يلعب كرة لبروزوفيتش، يحاول الفنان الكرواتي، قطعت كرة من أمامه وعادت سريعة، خطير الزمالك في محاولته وارتداده، لكن تمريرة بينية وسريعة وانطلاقة لكريستيانو، يحاول كريستيانو فرصة ومرور، مرور وتقدم، ولكن التغطية موجودة، تغطية موجودة بنجاح من أمام كريستيانو، تبعد الكرة من أمام كريستيانو وتذهب. شوف محاولة مرور من أمام حسام عبد الحميد في اللقطة الماضية، وتدخل ناجح على الكرة تماما، على الكرة تماما من جانب حسام، وبالتالي من جانب لاعبي الزمالك تراجع كل اللاعبين، وكريستيانو خلف الكرة الثابتة من مسافة مثالية، يتقدم كريستيانو، تصويبة اصطدمت بالحائط وعادت من جديد زملكاوية، انطلاقة للزمالك سريعة جدا، محاولة على اليمين، يتقدم ويحاول، تغطية موجودة على الجزيري، تبعد الكرة من أمام سيف الدين، فنان وعنده قدرات كبيرة، ومن الممكن وكان موجود من دون شك لاعب دولي تونسي، وهنا كرة عمامية وخطيرة وكرة للزمالك، الله، مرور وهدف أول، جول لسيف الدين الجزيري، لكن تسلل على التونسي، الراية مرفوعة، الراية، شوف هروب سيف الدين، هرب سيف الدين الجزيري ومر من أمام العقيدي، حط الكرة، حط الكرة، لكن الآن عندنا التسلل دقيق جدا، دقيق جدا، وحكم المباراة يطلب إيقاف اللعب حتى يتمكن. هلا شوف سرعة، شوف السرعة في اتخاذ القرار، لا مجال للاجتهاد، هنا كرة تمريرة وخطيرة وكرة، لكن الراية مرفوعة مرة أخرى، الراية مرفوعة مرة أخرى على غريب، على غريب، والتسلل، شوف اللقطة ومن لمسة تاليسكا، هذا مكان تاليسكا، هذا مكان تاليسكا، هنا كرات تاليسكا والتمريرات الجميلة، ومن لمسة واحدة لاعب فنان، لاعب عنده قدرات كبيرة، هذا مكانه يا كاسر، وتاليسكا عند الكرة الثابتة، وسط تراجع الزملكاوي، تاليسكا تترك الكرة للبرازيلي والتصويب، وكرة خطيرة، خطيرة، خطيرة جدا على مرمى محمد صبحي الموجود في المكان المناسب، شوف اصطدمت الكرة وتغير اتجاه، والعقيدي يرسل كرة على الجهة اليمنى، تمريرة العليوة، يمرر خاطئة في التمرير، والكرة تعود زملكاوية، فيها محاولة مرور خطير ومرور وشيكو وفرصة زملكاوية، خطيرة جدا على المرمى، خطيرة، خطيرة، الزمالك في خطورة كبيرة، ومحاولة جادة على مرمى النصر للوصول والتسجيل، لكنها مرت من أمام شيكا في المحاولة على جهة اللعب اليسرى، شوف تيليس عرضية خطيرة وكرة خطيرة جدا، خطيرة، خطيرة، أنا قايل لكم كرات العرضية صعبة وخطيرة، لاعب فنان، شوف العرضية، شوف العرضية الصح في المكان الصح، لكن لاعب الزمالك يتدخل، يبعد الكرة قبل تاليسكا، نعم يريد أن يلعب كرة، لكن أيضا قطعت وعادت من جديد نصروية، تمريرة لمصلحة كريستيانو، طالت على كريستيانو،
عادت الكرة إلى رمية جانبية عند حمزة المثلوثي، يلعب كرة تونسي للتونسي، والجزيري يطالب بضربة جزاء الجزيري، لكن حكم المباراة قريب استمرار اللعب، والكرة تعود لمصلحة فوفانا، والشباب هناك يتفوق على الاتحاد المونستيري. كرة تلعب عرضية ومحاولة الجزيري، على فرصة زملكاوية خطيرة، ارتقاء عالي، ثم لبروزوفيتش يرسل كرة إلى الأمام، كريستيانو حصل عليها، مرر تاليسكا، تاليسكا باليمين، كان بإمكانه يضعها باليسار، كان يضعها باليسار، الغنام يبحث عن مين، يلعب كرة تمريرة بينية للعليوة، وفرصة للنصر الآن، لكن تطول الكرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة زاوية نصراوية، وضربة زاوية نصراوية عند تيليس، تلعب الكرة العرضية الآن خطيرة وراسية، على فرصة، على فرصة نصراوية خطيرة وراسية عبد الله مادو، مادو كان لوحده، مادو كان لوحده، وراسية إلى يد محمد صبحي، كان لوحده مادو، كان من الممكن أن يسجل، كان من الممكن أن يتقدم، لكن إلى يد محمد صبحي، تألق فيها محمد صبحي، راحت في المرتدة، راحت في المرتدة، راحت في المرتدة، وصلت عند شيكا، شيكا يحاول يلعب عرضية، وراسية السيسي، راحت كرة عمر السيسي، هذا الرد من الزمالك، هكذا يكون الرد، وصلت لشيكا، ينقل كرة إلى الأمام، سريع على الطرف الأيمن لمصلحة الخطير زيزو، زيزو عرضية، نجح في لعب الكرة العرضية، لكن تبعد الكرة، تعود لفتوح، فرصة زملكاوية، وعلى اليسار خطيرة، والتصويب، وكرة خطيرة، خطيرة جدا لفتوح، اللاعب الدولي يساندون ويعملون لأن يكون الزمالك في ربع نهائي البطولة، يحاولون ويمنون النفس لأن يتجاوز النصر في مباراة صعبة، صعبة على الفريقين، كرة لعمر السيسي، عرضية السيسي الآن، والتصويب، وكرة مرت سليمة، سليمة على مرمى نواف العقيدي، مرة أخرى فتوح في المباراة عند بروزوفيتش، سقوط على أرضية الملعب، حكم المباراة يعطي تعليماته وتوجيهاته للاعبين، واحد أمامه وواحد خلفه، تلعب كرة عرضية الآن ومحاولة بالرأس، لكن أيضا التغطية موجودة، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة، صافرة موجودة، اشتراك حسام عبد المجيد مع كريستيانو المغربي أولا والوحدة الإماراتي ثانيا، يتبقى لدينا هذه المجموعة، الحسم لا يزال، وإن كان الشباب قريب جدا، والآن عندنا تغييرين للنصر، ساديو ماني سيكون البديل القادم على حساب من ربما يكون على حساب عبد العزيز العليوة، وعندنا أيضا عبد الإله العامري في تشكيلة السيد لويس كاسرو، عبد الله مادو اللي عنده بطاقة صفراء يخرج ويدخل مكانه عبد الإله العامري، ثم أيضا ساديو ماني السنغالي الذي غاب عن كأس العالم عن السنغال، يأتي الآن بعد موسم واحد مع بايرن ميونخ الألماني، موسم واحد فقط كان لعب مع البايرن قبل ذلك، ومحاولات الزمالك للتقدم إلى الأمام، قطعت الكرة، راحت سريعة تاليسكا لماني على جهة اليسرى، الآن ماني يتقدم في كرة إلى الأمام، وشد موجود، وحكم المباراة يعطي بطاقة للسنغالي، بطاقة للسنغالي، خطأ للسنغالي الفنان والمهاري واللي سيضيف قوة كبيرة للنصر، اليوم النصر قائمة النصر 100، ثم تلعب كرة عرضية وراسية، وكرة
هنا للسنغالي، كرة هنا للسنغالي ضاعت، مرت سليمة بالقدم اليمنى لساديو ماني، راحت سليمة على مرمى الزمالك لأن يكون إلى جانب علي لجامي، كرة لتاليسكا وتمريرة بينية لماني، تغطية ماني خطف الكرة يحاول أمام تغطية والكرة من جانب السنغالي، يعيد الكرة لتاليسكا، بروزوفيتش يمرر لكريستيانو، مر كريستيانو ومرر كرة لتيليس، العرضية منتظرة الآن، أرضية هالمرة، أرضية من تيليس لكن راحت ومرت عند شيكابالا، يرسل كرة إلى الأمام، شيكا راحت للجزيري، جزيري أمام لجامي، مر الجزيري على الطرف الأيمن الآن، يريد أن يلعب كرة عرضية، يرسل كرة طويلة وأمامية عند زيزو أمام سلطان الغنام، يبعد الكرة الغنام، رمية جانبية لفتوح، لعبت لزيزو، زيزو يحاول سريعة في الشوط الثاني، راحت لفتوح، العرضية منتظرة والكرة خطيرة والرأسية إلى يد حارس المرمى، إلى يد العقيدي. حكم المباراة سيد رضوان جيد، مثل هذه الحالات حالات صعبة يعني أكيد سيكون فيها تقدير من حكم المباراة. هنا عندنا في اللقطة ملامسة يد، والآن يستدعى حكم المباراة لأن يشاهد اللقطة ويقدرها بنفسه، هل هو لوحده سيقدر؟ والآن هو اتخذ القرار وننتظر قراره. المغربي يعطي ضربة جزاء للزمالك، ضربة جزاء زملكاوية، ضربة جزاء زملكاوية، فرحة كبيرة لمدرج الأبيض، ضربة جزاء وبطاقة صفراء على البرازيلي أليكس تيليس. منعطف كبير ومهم في المباراة، الآن الزمالك يتحصل على ضربة جزاء، فرصة كبيرة لأحمد سيد زيزو المحبوب من الزملكاوية، زيزو يتقدم، زيزو يسجل أحمد سيد زيزو ويتقدم للزمالك، 1-0 للزمالك، 1-0 للأبيض، ليلة بيضاء لحد الآن، زملكاوية يا تيليس، 1-0 أحمد سيد زيزو، راح نواف العقيدي، لكن الكرة سكنت في المرمى، حطها في الزاوية البعيدة، في الزاوية الصح والصعبة على نواف العقيدي، راحت الكرة ودخلت مرمى النصر لأن يتقدم بالهدف الأول. أنت لابس تيشيرت النصر وتشجع الزمالك، كيف تكون هنا فرحة كبيرة، فرحة زملكاوية، يرسل كرة لكريستيانو، بروزوفيتش مع ماني، خطيرة نصراوية، يحاول ماني وفرصة فيها محاولة، يتقدم الآن رونالدو يحاول، حكم المباراة يشير إلى خطأ على ساديو ماني، لاعب، تمريرة لغريب على الجهة اليمنى الآن، تاليسكا ينقل كرة ليبدأ سلطان الغنام، العرضية ممتازة وكرة خطيرة وفرصة للنصر الآن، شوف النصر في الأمام، شوف المحاولة والتغطية على الغنام وخطأ على فتوح، مخالفة على أحمد فتوح، الغنام وربع ساعة يلعب رمية جانبية، غنام مع ماني لبروزوفيتش، يرسل كرة وأمامية طويلة طالت على كريستيانو، حصل على ضربة زاوية كريستيانو، لكن على ما يبدو أن حكم المباراة يشير إلى ضربة مرمى، هل غادرت الكرة؟ لم تغادر، هل غادرت؟ غير واضحة من هذا المكان على الإطلاق. الغنام يرسل كرة لسليهم، خطيرة وكرة وسقوط على أرضية الملعب،
وحكم المباراة لا يعطي شيء، بينما كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، رضوان جيد يطلب الهدوء، يطلب الهدوء من جانبي النصر من جديد. لم يتبقى من الوقت الكثير، لم يتبقى الكثير من الوقت الآن. كونان يتقدم في كرة إلى الأمام، الله الرأس الذهبية، الرأس الذهبية كريستيانو، كريستيانو الذهبي، كريستيانو التاريخي، كريستيانو التاريخي. الله على كرة، الله على كرة، شوف الكرة، أوه ارتقاء عالي، حط الكرة، حط الكرة، يا سلام يا سلام على النصر، يا سلام على كريستيانو، الرأس الذهبية، حط الكرة، حط الكرة، حط الكرة، وسجل هدفه التاريخي 146.